هو بيستخدم سبسيت من الارم اللي هي الثم، والثم زي ما اتفقنا انها 16-bit instructions. لكن في بعض الاحيان الاكستنشن ليها فيها just a few number of 32-bit instructions. فبدأنا الأسبوع اللي فات نتعرف على الـ instruction set بتاعة الثم، وكأي instruction set لأي processor، أي كور بيبقى فيه data move instruction group. الجروب الأولانية data move from memory to CPU وبالعكس، يعني load و store و in between instructions within CPU، يعني move content from one register to another. فدي group. الجروب الثاني اللي هي arithmetic or logical group، والجروب الثالث المهمة برضو اللي هي flow control اللي هي فيها البرانشينج. برانشينج معناها غير السيكونس اللي انت ماشي فيه، بدل ما انت ماشي انستركشن ورا الثاني ورا الثالث ورا بعض من لوكيشنز ورا بعض في الميموري، لا روح لمكان مختلف، ده بيعمل برانش. وقلنا ان البرانش دي ليها نوعين اساسيين، unconditional branch و conditional branch. ال unconditional يعني بيعمل البرانش تلقائي بدون انه يعمل اي check او اي test على اي flag، لكن ال conditional branch بيعمل test على flag specified في ال instruction، فلاج واحد او اكتر من فلاج. يعني ممكن يعمل تيست لمور ذان وان فلاج. ليه؟ لان انت طبيعي انك انت ممكن تعمل برانش على كونديشن اسمه less than، مثلا if y less than x branch، لكن ممكن تقول له if y is less than or equal x. فممكن تعمل البرانش على a combination of the flags not just a single flag. فدي الconditional branches. وفي برضو نوع من البرانشز هنتعرف عليه اللي هو when you call a subroutine. when you call a subroutine يعني تروح تنفذ function وبعد ما تخلصها ترجع لمكانك اللي انت كنت ماشي فيه. فدي نوع من البرانش اللي هو لازم يعمل سيف للأدرس بتاع البروجرام وقت ما هو عمل البرانش، عشان بعد ما يخلص السبروتين يرجع إلى نفس الأدرس ويكمل بقية الـ sequence of instructions. وفي بقى مجموعة أخرى من الـ instructions اللي خاصة بالـ status بتاعت الـ CPU، أو في أنواع يعني عدد مش كبير ولكن أنواع مختلفة اللي هنحتاجه منهم هنعرض له في وقته. فبدأنا بعد ما عملنا السيرفي دي على الجروبس المختلفة للإنستركشن سيت، بدأنا بالديتا موفمنت إنستركشن، وقلنا الموف إنستركشن بين ريجستر وريجستر داخل السي بي يو مش بيحتاج أدرس للميموري، نو ريفرنس تو ميموري. لكن إذا كانت الـ data movement دي هتكون في صورة تبادل لـ data ما بين الـ CPU والـ memory، بين register في الـ CPU والـ memory في صورة load أو store، بيحتاج يعمل addressing.
والادريسنج ده بيكون في صورة 32 بيتس، لان الميموري ادرس باس 32 بيتس. فهو عشان الانستراكشن بتاعه 16 بيتس، جزء منهم للأوبكود، يبقى اللي باقي له اقل من 16 بيتس لا يكفوا انهم يعملوا ريفرنسنج ل ميموري او لداتا موجوده في الميموري. حد يقول لي كده المشكله دي اتغلب عليها ازاي؟ يعني هاو تو ريفرنس اوبيراند موجوده في الميموري، ايه الانستراكشنز اللي بتعمل مثلا ريفرنس لاوبيراندز موجوده في الميموري، وازاي انه يتغلب على مشكله ضيق سعه الفيلد بتاع الادرس في الانستراكشن، ما عندوش مكان في الانستراكشن فور 32 بيتس. ازاي اتغلب على المشكله دي؟ هاو تو ريفرنس اوبيراندز، بينما هو محتاج ل 32 بيت ادرس، بينما هو ما عندوش فيلد يقدر يحط فيه 32 بيتس. حد يتطوع ويجاوبني؟ هي الفكرة يا دكتور، تقريبا الفكرة يا دكتور ان انا بحط الادرس مثلا لريجستر من الجنرال، ريجستر ده طبعا بيكون فيه 32 بت. الادرس دوت هو اللي هو اللي بيشاور على الميموري. كلام جميل. انت عندك الجنرال بيربوز ريجسترز بتبقى فيها 32 بيتس كافيه انها تحمل الادرس تو ريفرنس الميموري، فبالتالي اي انستراكشن عايز يرفرنس الميموري هو في الواقع بيرفرنس الريجستر اللي هي فيها الادرس بتاعه الاوبيراند اللي هو عايز يتعامل معاه في الميموري. فبالتالي لابد من تجهيز الادرس ده في الريجستر دي قبل ما الانستراكشن، يعني في انستراكشن سابق للانستراكشن اللي هو بيعمل اكشوال ريفرنس للميموري، يبقى يجهز له الاول الادرس اوف ذا اوبيراند ان جنرال بيربوز ريجستر، وبعدين داخل الانستراكشن اللي بيعمل ريفرنس للميموري يبقى في ريفرنس للريجستر دي. فالريجستر دي عشان تعمل لها ريفرنس محتاج 3 بيتس اونلي، 3 بيتس موجودين في الانستراكشن يعملوا ريفرنس للريجستر دي. الريجستر دي فيها الادرس الخاص بالاوبيراند في الميموري. دي طريقه اللي بيسموها البيز ادريسنج، وليها فيرجنز انك ممكن تحط مع البيز ريجستر دي تحط معاها اوفست تقدر تجمعه او تطرحه من الكونتنتس بتاعت الريجستر دي عشان تعمل ريفرنس لمكان تاني. في كل مره تعمل ريفرنس للميموري ممكن تزود في البيز ادرس او تنقص منها عشان تقدر تعمل ريفرنس لديفرنت data items في الميموري. برضو في طريقة تانية، يعني هي دي الطريقة الأساسية الرئيسية انك تعمل base addressing للميموري. في حاجة تانية برضو كنا اتكلمنا عليها، عايز اطمن انكم يعني متابعين معايا. حد يجاوبني؟ ممكن ان انا بعمل referencing من البروجرام كاونتر وادي له offset. صح، دي طريقة برضو، دي طريقة ان البيز ادرس مش جنرال بيربوز ريجستر ولكن عن طريق البروجرام كاونتر، ودي بتستخدم مع الليترالز ومع الكونستنتس احيانا. في طريقة برضو مهمة اخرى دي اللي انا كنت بسأل عليه.
نقول تايم اوت. خلاص محدش هيجاوب، هفكركم بكلمة، الاميديت ادريسنج. ايه هو الاميديت ادريسنج؟ بنكتب الكونستنت على طول في الانستراكشن، في الانستراكشن. يعني الكونستنت ده بيكون بارت اوف ذا انستراكشن، بيكون بارت اوف ذا انستراكشن، وبالتالي هو بيكون كونستنت، ما مش ممكن يكون فاريبل. يعني انا مثلا عايز مثلا اضيف رقم على ريجستر، فاحط الرقم ده طالما هو ثابت مش هيتغير، يبقى انتجريتد داخل او انكودد داخل الانستراكشن. وطبعا لازم الرينج بتاع الكونستنت ده يكون within النمبر اوف بيتس افيلبل في الانستراكشن. الانستراكشن 16 بيتس، جزء منهم للاوبكود. I'm left with 'value' اللي هي الـ 'immediate value'. كويس، في يعني ناس متابعين وده شيء كويس. توقفنا المرة اللي فاتت عند اللود أو ستور مالتيبل. يعني you can load from memory multiple registers, you can store multiple registers. فالإنستركشن الخاص بكده اسمه load multiple. load multiple registers LDM، الأوبكود LDM و RN. RN دي بتحتوي على الادرس اللي هجيب منه من الميموري، هجيب مجموعة من الوردز من الميموري، كل وورد منهم هحطها في ريجستر داخل السي بي يو. طيب هعرف اي ريجستر داخل السي بي يو عن طريق الريجستر ليست اللي هنا دي، هعرف له مجموعة من الريجسترز R2 R3 R4 R6، هي هنا 4 ريجسترز الريجستر ليست دي. هجيب من الميموري مالتيبل ووردز عن طريق الادرس ده، اول وورد احطها في الريجستر with low index، الوورد اللي بعدها في الريجستر اللي بعدها، والورد اللي بعدها في الريجستر اللي بعدها، وهكذا. يبقى أنا بجيب multiple words from memory أحطهم في مجموعة الريجسترز دول. فين في الميموري مجموعة الوردز دي؟ حيث تؤشر الـ RN. هنا الـ exclamation mark دي دايماً بتستخدم كأنها اللي هي التعريف اللي هي الـ write back. write back يعني إيه؟ يعني انت دلوقتي الـ RN فيها الادرس بتاع اول مكان في الميموري هجيب منه، هقرا منه. طيب هجيب الورد الاولانيه احطها في الريجستر الاولانيه هنا، الورد الثانيه اللي هي فيها البيز ادرس بلس 4، واجيب الكونتنتس بتاعت البيز ادرس بلس 4 احطه في الريجستر الثانيه. ولو كان في اكثر من ريجستر، اكثر من تو ريجسترز في الريجستر ليست بيكمل. تمام، فهو بياخد مجموعه من الوردز بعدد الريجسترز في الريجستر ليست من الميموري يحطهم في كل ريجستر في الريجستر ليست دي. وفي النهاية هو هنا لو على فرض ان هو جاب مثلا تو ريجسترز، كان عنده تو ريجسترز في الريجستر ليست، فبيجيب تو ووردز. الاولانية لو كانت في ادرس كابيتال A يبقى الثانية في ادرس A. الرايت باك دي معناها ايه؟
حط A plus 8 في RN، يعني بعد ما تخلص تنفيذ الانستركشن ده أبديت الـ RN، أبديت الـ Base Register دي بـ Length بتاع الـ Register List دي in bytes. يعني عندك 2 Registers عرفتهم هنا الـ Length بتاعهم هيكون 8 bytes، فبالتالي Update الـ Address اللي في الـ Base Address اجمع عليه 8 بعد أما تخلص تنفيذ النقل من الميموري الى الريجسترز. ده الرايت باك، وده الديفولت. الديفولت دايما ان هو بيزود او بيغير الفاليو بتاع البيز ادرس بيزد اون ذا نمبر اوف ريجسترز ان ذا ريجستر ليست. فعلى سبيل المثال هنا مثلا لود مالتيبل R0 هي البيز ادرس، وحط الثلاثة words في الثلاثة registers دول. الword الأولانية اللي بتشاور عليها R0 حطها في R0. الword الثانية اللي هي الادرس plus 4 حطها في R3. الادرس plus 8 حطها في R4. هنا ملحوظة يعني في الديزاين بتاعت الانستركشن ده، ان اذا كانت البيز ادرس دي برضو موجودة في الريجستر ليست، معناها ايه؟ معناها ان الكونتنتس بتاعتها هتتغير، هيتحط فيها فاليو من الميموري. يعني هي كانت في الاول بتحمل الادرس اللي بيشاور على الميموري، لكن انا بقول له ايه اللي هتجيبه من الميموري، واحد منهم حطه في وورد، منهم حطها في الار زيرو. فبالتالي ما اقدرش استخدم هنا الرايت باك اوبريتور ده. الرايت باك اوبريتور ما اقدرش استخدمه ليه؟ لان انا عايز الار زيرو في النهايه تحمل الكونتنتس اللي جبتها من الميموري. فبالتالي اذا كانت الريجستر اللي هي البيز ريجستر listed within الريجستر ليست do not write back the updated address into R0. لا، R0 will contain the contents اللي هتيجي من الميموري. فدي الحالة اللي لا استخدم فيها الرايت باك اوبريتور. أسأل سؤال هنا، احنا اتفقنا ان الثم كان ريتش اللوست 8 جنرال بيربوز ريجسترز from R0 to R7، تمام؟ وبالتالي النمبر اوف ذا ريجستر انكودد في الانستركشن، يعني to reference a register within an instruction I need 3 bits. النمبر من 0 ل 7 should be encoded in 3 bits. وانا عندي الانستركشن هنا في الثم طوله 16 bits، تمام؟ فانا ممكن اقول له ايه؟ load multiple R0 وبعدين from R0 to R7، يعني هعمل load multiple ل 8 registers. 8 registers لو كل register منهم encoded في 3 bits محتاج كم bit؟ 3 bits في 8 يبقوا محتاج 24 bits. 24 bits to encode 8 registers، بينما الانستركشن كله على بعضه 16 bits. ايه حلها دي؟ suggest، يعني انا عايز منكم يعني suggestion للتناقض ده.
انا ممكن اعمل ريجستر ليست هنا من عدد من الريجسترز، كل واحده منهم لو هي انكودد في 3 بيتس ممكن الانستراكشن اللي هو طوله 16 بيتس ده ما يكفيش. ايه الحلول المطروحه؟ ناخد اوفست. تاخد اوفست. اوفست لايه؟ للادرس نفسه اللي يعني ال 24 دول نعملهم اوفست ونحطهم فولوم كاوفست ليه. لا انت مستوعب الانستراكشن ده بيعمل ايه؟ يعني الريجستر دي بحط فيها في الاول قبل الانستراكشن ده احط فيها ادرس لمكان في الميموري. المكان ده ممكن يكون اري، الاري ده هجيب منه مجموعه من الوردز، الاولانيه تتحط هنا والثانيه تتحط هنا والثالثه تتحط هنا من الاري. تمام. طب عشان اقول له حط في ار 0 و3 و4 ليه مش مثلا ار 0 و5 و7؟ فانا بحط المفروض لازم اعرف له اي ريجسترز، فلازم اعرف له دي واعرف له دي واعرف له دي. انا محتاج 3 بيتس عشان اعرف كل واحده منهم، فعدد البيتس المطلوب قد لا يستوعبه جزء من الانستراكشن اللي هو كله على بعضه 16 بيتس. فايه الاوفست دخل في الاوفست هنا يخش ازاي؟ انا مش مستوعبها. يعني السؤال ازاي اتغلب على مشكله ضيق سعه الانكودينج في الانستراكشن وانا عايز اعمل ريفرنس لمجموعه ليست من الريجسترز؟ انت جاوبت اجابه بعيده عن المطلوب. هو انا دكتور ممكن اخدها يعني على يعني مثلا اكتر من مره مش مره واحده. تقصد ايه يعني؟ يعني الانستراكشن ده يجي الاسمبلر ويفكه الى مجموعه من الانستراكشنز، كل انستراكشن منهم مثلا لو عندنا هنفترض مثلا عندي 9 بيتس تو انكود الريجستر ليست، يبقى اخد كل 3 لوحدهم، كل 3 ريجستر في انستراكشن واللي بعده اخد الثلاثه اللي بعديهم وهكذا. يعني افك الانستراكشن الواحد في مجموعه من الانستراكشن دي. فكره في الاتجاه الصائب. يعني الاجابه الاولانيه كانت meaningless، دي اجابه meaningful ان ده يكون سودو انستراكشن للاسمبلر، والاسمبلر لما يقرا يتولى ان هو يفكه الى مجموعه من الانستراكشنز ورا بعض، كل واحد منهم في عدد من الريجسترز كافي تو بي انكودد في الجزء بتاع الفيلد اللي باقي لنا. دي طريقه. لكن الطريقه اللي في الواقع بيعملها ان الانستراكشن ده انستراكشن حقيقي مش سودو انستراكشن، ده انستراكشن تو بي انكودد ان 16 بيتس ويتنفذ كاملا. واللي بيحصل بقى ايه؟ ان الفيلد الخاص بالريجستر ليست ده مكون من 8 بيتس، ال 8 بيتس دول يقابلوا ال 8 ريجسترز اللي عندنا from 0 to 7. لو انا عايز لو الاسمبلر لقى مثلا ار 3 ضمن الريجستر ليست يجي في البيت نمبر 3 في ال 8 بيتس الخاصين بتوع الانكودنج للريجستر ليست دي ويحط واحد، لقى ار 4 يحط واحد في البيت ار 4، ار 5 مش موجوده يبقى فيها البيت المقابله ليها 0، وكذلك البيت 6 7. كل البيتس اللي هي الريجسترز بتاعتها هنا مش موجوده يبقى مقابلها 0. لو الريجستر ليستد في الليست يبقى البيت المقابله ليها 1، فبالتالي هو عنده هنا 8 بيتس كل بيت بتريفرنس ريجستر معينه طبقا للبوزيشن بتاع البيت دي within ال 8 bits. فبالتالي this is a real instruction encoded in 16 bits، لكن الفيلد بتاع ال 8 bits
كل one يقابله register حسب البوزيشن بتاع البيت داخل الفيلد. يقابل اللود multiple store multiple برضو. store multiple استخدم البيز register دي وحط الريجستر ليست. دكتور نعم هو الار الار زيرو دوت هيحصل له ابديت ازاي؟ الكونتنت بتاعه هو اللي هيحصل له ابديت اللي هو استخدمتيه هنا في البيز ريجستر. في البيز ريجستر هنا اذا استخدمتي الابديت اوبريتور ده معناها ايه؟ معناها ان احنا ار زيرو دي بتشاور على اول مكان في الميموري يحتوي على الكونتنتس اللي انا عايز اجيبها. اول وورد احطها في ار 0، اللي بعديها احطها في ار 3، واللي بعديها احطها في ار 4، بس كده. اذا كان الاكسكلاميشن مارك ده موجود معناها ايه؟ ان عدد الريجسترز اللي اتنقلوا 3، كل واحده منهم 1 وورد، يعني عندنا 24 بايتس جم من الميموري. فبالتالي الادرس اللي كان موجود في ار 0 ضيف عليه 4 في 3 ب 12، يبقى ضيف على اللي كان هنا حط عليه 12. الكلام ده لو كان الاكسكلاميشن مارك دي موجوده، وبشرط ان البيز ريجستر دي نوت انكلودد في الريجستر ليست، لانها لو انكلودد في الريجستر ليست دي you should not use an exclamation mark، لان الكونتنتس بتاعتها مش هتبقى updated بالادرس بتاع نهايه طول ده، لا هتبقى updated بالكونتنتس اللي هجيبها من الميموري. واضحه ولا مش واضحه؟ تمام يا دكتور. ستور عكس، ستور في الميموري باستخدام البيز ادرس دي مجموعة الريجسترز دي. لو عندي 3 ريجسترز هخزنهم في الميموري وبعدين أبديت الادرس في البيز ادرس. ده اكزامبل ليها، ستور مالتيبل باستخدام البيز ادرس R1. هنا الريجستر ليست تلاحظوا ان في هنا داش، يعني R2 to R4، يعني مش كما لا، في هنا داش، يعني الرينج فروم R2 تو R4 مينز R2 R3 R4. يبقى دول 3 ريجسترز ودي الفورث ريجستر. 4 ريجسترز معناهم 16 بايتس. يبقى R1 will be updated by 16، هتزيد بمقدار 16. البيز ادرس البوينتر ده هيزيد بمقدار 16. R1 not listed في الريجستر دي، في الريجستر ليست دي، بس هنا مش مهم، لان احنا هنا بنعمل ستور، ما بجيبش حاجه احطها في الريجسترز، لا انا بستخدم البيز ادرس دي تو ستور في الميموري. ملحوظه على الانستراكشن زي داز نوت تشينج ذا فلاجز. هو عاده بس مش كلهم، اغلب الموفمنت اللود والستور والموف انستراكشنز دي it does not change the flags. دكتور معي سؤال تاني. هو حضرتك قلت عشان هو يعني هو يعني عايزين نحط كذا ريجستر، يعني هو 16 هو بيتعامل ان هو الموجود بيحط له 1 واللي مش موجود بيحط له 0. طب هو يعني هيعرفه ازاي؟ ما انا مش يعني هيوصل له ازاي؟ ما هو كده يعني برضو حتى لو حط مثلا للموجود 1 واللي مش موجود زيرو هيوصل يعني هيعرف ان. طيب انا هحاول يعني اصل الكتابه بالماوس بيبقى صعبه شويه، لكن anyways I'll do my best. يعني ادي ايه
نفترض ان ده هو ايه الانستراكشن 16 بيتس from bit 0 to bit 15. اوكي هنفترض ان الاوب كود من هنا لهنا تمام، وباقي عندي هنا مثلا الجزء اللي هو وفي هنا شويه بيتس كنترول ولا حاجه كده. المهم يعني ان احنا عندنا هنا هوت ايه الرينج ده 8 بيتس، الطول بتاعه 8 بيتس من هنا لهنا 8 بيتس. لو جيت ال 8 بيتس دول هقسمهم بالطريقه دي عشان اظهرهم. ادي دول الثمانية بيتس، دول بيمثلوا الفيلد ده كده، هو الفيلد اللي بعمل فيه انكودينج للريجستر ليست. يعني ده الثمانية بيتس دول بيمثلوا الريجستر ليست اللي انا كاتبها هنا في الانستراكشن. ف او مثلا في الانستراكشن ده هنا عندنا اربعه ريجسترز مطلوب اخزن محتوياتهم في الميمو. فانا عندي من اول ار 0 ار ريجستر 0 وهنا اعلى واحده اللي هي ريجستر 7 ريجستر 7. ايه الريجسترز اللي انا عايز اعمل لها ستورينج، عايز اخزن محتوياتها في الميموري بانستراكشن واحد المجموعه دي اللي هي ار 6 اللي هي دي تمام، وار 4 اللي هي دي، وار 3 وار 2. اما الباقيين لا، احنا عندنا ان هوت 4 ريجسترز بوينتد تو بالوانز اللي هنا دي. هنا ار 6 سوري هنا ده الزيرو هنا المفروض R6 قصادها 1 R7 قصادها 0 يبقى R7 not في الليست، R6 listed يبقى قصادها 1 R5 not listed يبقى قصادها 0 R4 encoded R3 R2 R0 R1 not listed. يبقى هنا ال 4 registers intended محطوط قصادهم هنا ايه؟ ones والباقي محطوط قصاده zero. وضحت؟ اه تمام. يبقى ده الفيلد اللي هو من 8 بيتس to reference which registers are listed في الليست. بعض الريستريكشنز على اللود والستور مالتيبلز هنا ان rn and register list are limited to r0 to r7. ده في حاله الثم انستراكشن ليه احنا شغالين عليه. الرايت باك suffix must always be used unless a ان register list also contains rn. يعني البيز register عايز ايه اغير الكونتنتس بتاعتها لان حطيتها في الريجستر ليست، فبالتالي I should not use the suffix اللي هو رايت باك. فما اقدرش اقول له هات من الميموري وحط في الار ان وفي نفس الوقت اقول له ايه ابديت الار ان بالادرس الجديد. يبقى انا بقول له حاجتين مع بعض متناقضتين، لا
يبقى ما استخدمش ده مع ده. الفاليو الادرس اللي هي في البيز ريجستر اللي هستخدمه must be word aligned، يعني least two bits مفروض يكونوا zeros. كذلك في حالة الـ store multiple if rn appears in the register list it must be the first register in the list. لما اجي احطها في الليست بتاعتي لازم احطها اول واحدة في الليست. هنا ممنوع ان انا استخدم الرايت باك على البيز ادرس وفي نفس الوقت البيز ادرس موجودة في الريجستر ليست. دول ريستريكشنز على اللود والستور مالتيبلز. الستاك اوبريشنز، ستاك اوبريشنز اللي هي البوش والبوب، برضو دي موفمنت للديتا من الريجسترز الى السي بي يو وبالعكس، معلش من الريجسترز في السي بي يو الى الميموري وبالعكس. هي الريجسترز في السي بي يو فبنقلها الى الميموري عن طريق البوش او بجيب من الميموري واحطه فيها عن طريق البوب انستراكشن. فهنا في تو سلايدز ورا بعض، الاولانيه عن شرح البوش واللي بعدها تكون عن شرح البوب، ونلاقي الاثنين عكس بعض. يعني البوش انستراكشن بتعمل ايه؟ بوش سم اور اول، يعني بعض او اول الريجسترز اللي هي الجنرال بيربوز ريجسترز فروم 0 تو 7، وممكن ايضا اعمل بوش لللينك ريجستر، بوش ذم اونتو ذا ستاك. الستاك دي قلنا في الرام، اريا في الرام pointed to by the stack pointer. Pointed to by the stack pointer. يبقى هو بيعمل storing للregisters في الرام حيث يؤشر الstack pointer. وفي نفس الوقت automatically بيعمل decrement للstack pointer. ليه؟ عشان لو بعد كده هيخزن حاجة تانية على الستاك تتخزن في مكان فاضي، ما تتخزنش على الحاجة اللي أنا خزنتها. يعني لو أنا كل مرة أقول له بوش في الستاك والبوينتر ما بيتغيرش، يبقى البوش اللي بعديها هتحط على نفس اللي كان موجود، فالكونتنس الجديدة هتحل محل الكونتنس القديمة في الستاك، وده شيء غير مطلوب. شيء غير مطلوب لأن الستاك عايز اعبي فيها محتويات ما تلخبطش بعضها، ولما استرجعها عكس الاوردر اللي انا عملت ستورينج بيه. فانا عملت ستورينج باوردر وارجع استرجعهم بعكس الاوردر اللي انا حطيته فيها، عشان كده بيسموها last in first out list. Last in, first out. آخر حاجة حطيتها هي أول حاجة هستردها، وبعدين اللي أقدم منها، وبعدين اللي أقدم منها. فأنا بخزن مجموعة من الريجستر، ريجستر واحدة أو أكتر في الستاك، وكل مرة الستاك بوينت كل بوش لازم to be decremented. It should be decremented. كل register من دول size بتاعها 4، فبالتالي الstack pointer بيعمل decrementation ب 4 مع كل register. لو بعمل push لأكثر من register يبقى 4 by the number of registers saved.
لو بعمل سيفنج لاربعه ريجسترز يبقى 4 في 4 بعمل 16 بيت اطرحهم من الستاك بوينتر. فبالتالي الستاك سايز دلوقتي بقى عندي 16. لو عملت بوش تاني لثلاثة ريجسترز فهعمل بوش 3 في 4 ب 12 يبقى الستاك سايز بقى 16 زائد 12 والستاك بوينتر بيشاور على top of the stack. top of the stack كل مرة بيشاور على آخر حاجة اتحطت في الستاك. لما اجي اعمل pop بسترجع من الستاك وفي نفس الوقت بعمل increment للستاك بوينتر. كل register بترجع من الستاك الى CPU الستاك بوينتر بيزيد باربعة. لكن لو بعمل push بخزن فيه الستاك يبقى كل مرة الستاك بوينتر decremented by 4. طب دكتور نعم هو الفرق ما بين الستاك بوينتر والبروجرام او البروجرام كاونت البروجرام بوينتر بروجرام كاونتر البروجرام كاونتر هو بعض بعض الليتريتشر بيسموه الانستراكشن بوينتر. يعني هو البروجرام كاونتر هو الانستراكشن بوينتر. في الار ليتريتشر بيسمى بروجرام كاونتر يسمى البروجرام كاونتر. بعض البروسيسورز بيسموه الانستراكشن بوينتر. فبتلاقي حسب انت شغال مع انهي شركه وانهي بروسيسور فبيسموه بروجرام كاونتر او انستراكشن بوينتر. هم نفس بيعرفوا نفس الحاجه. هنا الستاك بوينتر حاجه تانية. الستاك بوينتر ده بيشاور على حاجه في الرام اقدر اخزن فيها واستعيد منها اخزن فيها مؤقتا لغايه ما اخلص شغلانه معينه. لان انا عندي داخل السي بي يو عدد محدود من الريجسترز. لو احتجت ان انا اتزنقت في عدد الريجسترز دول وعايز اعمل حاجه تانية فممكن اعمل سيفنج للكونتنتس بتاعت السي بي يو على الستاك وبعد ما اخلص الحاجه دي في السي بي يو ارجعهم مره تانية من الستاك اخزنهم مؤقتا كده وارجع ارجعهم في وقت لاحق لما احتاجهم مره تانية. ده شيء. والبروجرام كاونتر شيء تاني. بروجرام كاونتر بيقول لك انا هنفذ انهي انستراكشن دلوقتي ومين اللي بعده هنفذ اللي بعده وهات اللي بعده وهنفذ اللي بعده. فالبروجرام كاونتر بي بوينت تو ذا انستراكشن تو بي اكسكيوتد ان ميموري. لو انت جيت غيرت بنفسك في الكونتنتس بتاعت البروجرام كاونتر معناها بتقول له ايه؟ معناها بتقول له برانش الى مكان مختلف. لان انا حطيت في البروجرام كاونتر كونتنت جديده. هو السيكونس العادي بتاعه ان هو بيعمل انكريمنت للبروجرام كاونتر بالسايز بتاع الانستراكشن عشان يجيب اللي بعده. وما يخلصه يعمل انكريمنت عشان يجيب اللي بعده. فهو دايما بيعمل انكريمنت ماشي واحده ورا الثانيه. لكن لو انت حصل وغيرت الكونتنتس بتاعت البروجرام كاونتر معناها غيرت السيكونس ده ورحت لمكان مختلف في الميموري بدات تنفذ في مجموعه من الانستراكشنز جديده غير اللي انت كنت شغال فيه. الستاك لا ده بيخزن حاجه في الميموري بيشاور على مكان في الميموري تخزن فيه زي ما يكون عندك ورقه كده سكراتش باد. سكراتش باد كده وانت شغال الورقه دي جنبك بتسجل فيها معلومات كده صغيره وبعدين بعد كده تعمل ريفرنس ليها تقدر تبص فيها تاني تقدر تجيبها وتشتغل بيها. تمام اوكي شكرا دكتور. فالسينتاكس بتاع البوش انستراكشن بوش وبتعمل ريجستر ليست بين كيرلي بريسز بالشكل ده. يعني الـ الاقواس اللي هي متعرجه دي بتحط فيها الريجستر ليست. فهنا مثلا على سبيل المثال بتقول له ايه بوش ريجسترز 1 و 2 واللينك ريجستر. فانت انا خزنت كام ريجستر؟ 3.
register 1 هتتخزن حيث يؤشر الستاك بوينتر minus 12. register 2 في الادرس ستاك بوينتر minus 8. طلع زين الفرق ما بين دي ودي كام بايت؟ 4. 4 بايت في الادرس. R1 هتتخزن في مكان تاخد 4 بايتس، يبقى R2 لازم تكون أبعد عنها ب 4 بايتس. آخر واحدة منهم هي link register is saved at address stack pointer minus 4. اللي هتلاحظوا هنا إيه؟ اللي هتلاحظوا هنا إنه بيقول إيه؟ lowest address اللي هو ده يتخزن في الريجستر with the lowest index، يعني دي R1. R2 أعلى منها في الindex، يبقى تتخزن في الادرس اللي أعلى منها في الفاليو، يعني هنا الستاك بوينتر minus 12 القيمة بتاعتها أقل من ستاك بوينتر minus 8، أقل منها بأربعة. ستاك بوينتر minus 4 الادرس ده أقل من اللي قبله بأربعة. ثم في النهاية الستاك بوينتر decremented by 12. يبقى لو جيت انت تبص على الستاك، تخيل انت الستاك، احاول انا ارسمها، احاول ارسم الستاك، ادي كده الستاك، في عندنا نقدر نتكلم عن 12 locations، نحاول نعملهم كده قريبين من بعض. اللي بيحصل ان الادرس بوينتر او الستاك بوينتر، الستاك بوينتر ادي الستاك بوينتر، الستاك بوينتر ده ريجستر من 32 بيتس بيحملوا الادرس بتاع الستاك. اللي هتشوفه هنا انه بيشاور على اللوكيشن ده اللي انا هعمل له ايه، بلونه انا دلوقتي. فالادرس اللي موجود في الستاك بوينتر هو الادرس بتاع اللوكيشن ده، اللي هو ايه، اللي هو اخر حاجه اتحطت في الستاك، اخر حاجه كانت محطوطه في الستاك. احنا الستاك بيقول ايه، بنكوم الحاجات فوق بعضها، فاخر حاجه ما كانت موجوده في الستاك هي في اللوكيشن اللي متلون ده. أول لوكيشن فاضي بعد اللوكيشن ده هو اللي أقل منه بواحد، يعني ده الأدرس بتاع البايت دي هو الستاك بوينتر ماينس 1. اللي نلاحظه هنا إيه، إن إحنا دايما بنتكلم على وورد من 4 بايتس، 1 2 3 4، واللي بعديها 1 2 3 أدي 1 اثنين ثلاثة أربعة، أدي واحد اثنين ثلاثة أربعة، ودي الأربعة اللي بعديها، ودي الورد اللي بعديها، فدي وورد في الميموري ودي وورد اللي بعديها. هي هنقول اللي قبليها، لأن هنا معلش لا اللي هنا ده اللوست ادرس، مع هنا يعني هنا ده الادرس العالي وده الادرس اللي اقل. فهو الستاك بوينتر بيشاور على اخر حاجه حطاها في الستاك، لما اجي اقول له بوش المجموعه دي تلقائي هو بيبص للستاك بوينتر، بيستخدم الستاك بوينتر to know where the stack is. فهو بيعمل ايه، بيجي
يخزن ال lowest index في ال lowest address. فين ال lowest address اللي هو ده؟ لأن هو هنا عمال بينقص في الادرس، ده اتجاه زيادة الادرس، الاتجاه ده increase address. increase الادرس. انا مش عارف اكتب يعني، بس انا اهتميت ان انا اوري فين الاتجاه بتاع increase الادرس. الادرس كده بيزيد، لو ادرس ده رقم A يبقى A ده A plus 1 A plus 2 A plus 3 وهكذا. هو الستاك بوينتر بيشاور هنا دلوقتي، قبل ما ننفذ الانستراكشن ده هنفترض ان الستاك بوينتر كان فيه value بتأشر على المكان ده، ده بيسموه top of the stack. For the time being في اللحظة دي in this instant الستاك بوينتر بيشاور على المكان ده، فدي top of the stack في اللحظة دي. طيب انا جيت انفذ الانستراكشن ده، الانستراكشن ده هيعبي 3 ريجسترز فوق الستاك، 3 ريجسترز دول السايز بتاعهم 12، كل واحده من دول هتتحط فيه 4 بايتس، فاللوست اندكس اللي هي ار1 هتتحط في المكان ده والمكان ده والمكان ده والمكان ده، يبقى دول مع بعض المجموعه دي هياخدوا ار1، من هنا لهنا هياخد ار1، واللي بعديها R2، R2 هتاخد من هنا إلى هنا. اللينك ريجستر هتتحط فين من بعدها؟ من هنا 1 2 3 إلى 4 اللي بعدها، فدول 4 ريجسترز اتخزنوا في 12 بايتس في الميموري، يعني 3 ريجسترز في 12 لوكيشنز في الميموري، يعني في 4 ووردز في الميموري في الستاك بيتخزنوا فوق بعض، دي وبعدين دي وبعدين دي. كل مره بخزن حاجه الستاك بوينتر بيحصل له ديكريمنت باي 4، فهو 3 ريجسترز يبقى بيعمل ديكريمنت باي 12، يبقى بعد تنفيذ الانستراكشن ده الستاك بوينتر هيبقى القيمة الأصلية بتاعته minus 12، يبقى هنا الستاك بوينتر minus 12، الستاك بوينتر minus 12 اللي هي هنا دي. فهو كان في الأول بيشاور هنا، بعد تنفيذ الانستراكشن ده بقى بيشاور هنا، لانه خزن 12 بايتس، خزن 3 ووردز على الستاك. المهم انك تلاحظ ايه؟ ان اللوست اندكس بيتحط فيه اللوست ادرس، والهايست اندكس بيتحط فيه الهايست ادرس. اللينك ريجستر دي الرقم بتاعها كام؟ يعني هنا في عندنا ريجستر 0 1 2 3 4 5 7، وبعدين لو تقدر توصل لاعلى منهم يبقى 8 9 10 11 12، دول ممكن نستخدمهم general purpose registers. R13 اللي هي بعد 12 R13 هي الستاك بوينتر، يبقى اسمها R13 واسمها ايضا ستاك بوينتر. R14 اسمها البروجرام كاونتر، تستخدم كانها بروجرام كاونتر، فالبروجرام كاونتر هو R14، يو كان ريفرنس البروجرام كاونتر باي R14. R15 اللي هي اللينك ريجستر، اي هوب ان انا ايه ما كنتش لخبطت في العد بتاعه. فالمهم يعني الستاك بوينتر هو R13
والبروجرام كاونتر هو R 14 واللينك ريجستر هي R 15. واضح ازاي بيخزن هو في الستاك دلوقتي؟ بوش يعني خزن في الستاك باستخدام الستاك بوينتر. حط اللوست اندكس في اول مكان واللي اعلى منها في المكان اللي بعده واللي اعلى منها في المكان اللي بعده. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو جيت انا حطيت قلت له في الريجستر ليست دي قلت له ار2 وار1 وايه وال ار لينك ريجستر، لو انا حطيت تغيير في الاوردر ده هل هيأثر في طريقه تخزينهم في الميموري؟ لا، لان اللوست اندكس هتتحط في اللوست ادرس. يعني حتى لو حطيت له هنا ار2 في الاول وار1 في الثاني، لا، الانستراكشنز بتتنفذ ان اللوست اندكس يتحط في اللوست ادرس والهايست اندكس يتحط في الهايست ادرس، وفي نفس الوقت لازم تعمل ابديت للستاك بوينتر. يبقى الستاك توب كانت هنا قبل تنفيذ الانستراكشن، الستاك توب اصبحت هنا بعد تنفيذ الانستراكشن ده. لو فرض بعد كده ان انت عملت برضو انستراكشن بعد ده، مشيت في الشغل شويه كده كذا كذا انستراكشن وبعدين كتبت له بوش ار 5، يبقى ار 5 هتتحط فين؟ حد يجاوبني؟ حد يتطوع ويفتح المايك بتاعه قبل اخر مكان باربعة بايت. اخر مكان اللي هو ايه؟ قول لي بالارقام كده اللي قدامك. طب ممكن الارقام ده الاكزامبل هنا عندك الستاك بوينتر اهو، بعدين حصل له ديكريمنتيشن حتى وصل الى الستاك بوينتر ماينس 12 ماينس 16 ستاك بوينتر ماينس 16. ليه ماينس 16؟ الستاك بوينتر في النهايه هيبقى ستاك بوينتر ماينس 16، لكن الار 5 هتتخزن فين؟ ستاك بوينتر ماينس 4. لا، ستاك بوينتر ماينس 4 اللي هي المكان ده تتخزنها. لا، ما ينفعش تخزن على نفس الحاجات اللي انت خزنتها قبل كده. هتخزن في الستاك بوينتر ماينس 13 ماينس 14 15 16. هتخزن في 4 بايتس اللي بعديهم، والستاك بوينتر هيشاور على المكان الجديد هنا. فالستاك انت بتخزن فوق بعض بحيث ان انت ما فيش حاجه تتحط على اللي فاتت. ليه؟ لانه اوتوماتيكالي بديكريمنت الستاك بوينتر من غير ما انت تقول له ديكريمنت الستاك بوينتر، هو تلقائي بيعمل ديكريمنت الستاك بوينتر عشان الستاك بوينتر يشاور على اخر مكان حط فيه حاجه في الميموري، ولما تحط حاجه جديده يتحط فوقها ما يتحطش عليها، يتحط في الاماكن اللي هي ايه اللي هي فوقها. فوقها معناها اتجاه اقل في الادرس، عشان كده انا حرصت ان انا اقول ايه ده اتجاه الانكريمنت للادرس، ده انكريزنج ادرس. في حاله البوش بيعمل ايه؟ بيعمل ديكريمنت للستاك بوينتر عشان كل حاجه تحط فوقها 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 وهكذا. طيب انا لو عايز استرجع حاجه من الستاك لازم يعني استرجعها بعكس السيكونس اللي انا حطيته فيها. يعني انا مفروض ان انا ما اجيبش من الستاك واحط في الريجسترز دول قبل ما اقول له ايه؟ قبل ما اقول له pop r5. pop r5 يعني معناها ايه؟ يعني هات الاربعه بايتس دول رجعهم تاني في r5، وفي نفس الوقت الستاك بوينتر زود عليه اربعه فيرجع يشاور على مين؟ يشاور على ده. لما اجي اشاور على ده لو قلت له بقى هنا بقى pop الريجسترز دول هيروح للاولاني يحطه في r14، الثاني هيحطه في r2، والاخراني هيحطه في ايه في r1، ويرجع الستاك بوينتر فين؟ هنا تاني.
فهو استخدم دي للتخزين واسترجعهم بعكس السيكونس اللي خزن بي. الستاك بيخزن في اتجاه ويسترجع فيه الاتجاه الاخر. هنا ستاك كان انكريز indefinitely، ما فيش اي ليميت. انا يعني كل مره اقول له بوش هيحط ويديكريمنت الستاك بوينت، ويحطه تاني ويديكريمنت الستاك بوينت. طب لغايه فين؟ لازم اعمل حسابي ان انا ما افضلش استخدم بوش 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 من غير ما استخدم بوب 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 بوب، لان يا صحيح السايز فري ان انا يعني الستاك كان جرو ان ذا ميموري، لكن في نفس الوقت لازم انا اعمل حسابي ان ما يحصلش في البروجرام لوب بالغلط كده. اللوب دي كل شويه تعمل ايه؟ بوش 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 بوش، واللوب عماله تتكرر والبوش عماله تتكرر لغايه ما الاقي نفسي دخلت من ال الرام، دخلت على اجزاء اخرى variables اخرى في البروجرام، او دخلت على الروم، او دخلت على مكان فاضي ما فيهوش ميموري، وبالتالي يحصل كراش للاكسكيوشن، لان انا بحط حاجات في اماكن بلخبط حاجات تانية، او ان انا حطيت حاجات استرجاعها مش هي دي، مش دي اللي انا، فبيحصل كراش للبروجرام. فدي اول اوبريشن الستاك اللي هي البوش اللي هي الستور اونتو ذا ستاك، عكسها بقى ايه؟ ريستور فروم ذا ستاك اللي هي البوب. بوب سم اول اور ريجسترز ار 0 ار 7 او البي سي بروجرام كاونتر فروم ستاك، تقرا من الستاك الحاجات اللي انت خزنتها قبل كده، وفي نفس الوقت ابديت الستاك بوينتر. ابديت الستاك بوينتر بتمشي عكس ما عملت ستورينج. عملت ستورينج كل مره تعمل ديكريمنت للستاك بوينتر باي 4، لكن البوب ريستور فروم ستاك يبقى لازم تعمل انكريمنت للستاك بوينتر، هتزوده. كل ريجستر طولها 4، فحسب عدد الريجسترز اللي انت خزنتها لما تيجي ترجعهم يبقى الستاك بوينتر لازم يضر يجمع عليه 4 times the number of registers restored. السينتاكس pop مجموعة الريجسترز هي دي برضو بنفس الطريقة، يعني اللي بيجيبها من الهايست ادرس في الميموري بتحط في الهايست اندكس، واللوست ادرس بيتحط في اللوست اندكس اللوست ريجستر. يعني هنا ار 1 هي اللوست ريجستر. فلو انت قلت له بوب الثلاثه ريجسترز دول بيعمل ايه؟ بيشوف اللي موجود في الستاك بوينتر يحطه في ار 1 اللي هو لوست ادرس، وبعدين انكريمنت الستاك بوينتر باي 4، increment the stack pointer by 4، وجيب اللي موجود حطه في R2 اللي هي الـ highest address أو الـ higher address، حطه في الـ higher index، وآخر واحدة stack pointer جمع عليهم كمان 4، هتبقى الـ stack pointer جمع عليها 8 اللي كانت في الأصل، جمع عليها 8 وحطه في الـ program counter، وبعدين زود الـ stack pointer 4 كمان فبيبقى ب 12، بزودها ب 4 كمان عشان يشاور على التوب اوف ذا ستاك، وانا حطيت في الاماكن دي واسترجعتها تاني، فلازم اقول له الاماكن دي فضيت، وبشاور على الجزء اللي هو ايه اخر حاجه خالص قبل ما احط المجموعه دي، يعني قبل ما انفذ الانستراكشن ده كان الستاك بوينتر بيشاور في مكان ما حطيت، وبعدين بعد كده بقول له بوب رجعت، فلما رجع لازم ارجع الستاك بوينتر على اول مكان كانت عليه قبل البوب.
اللي هنشوفه هنا الملاحظة اللي يعني لو فيكو حد بيدقق ويلاحظ كويس هتلاقوا هنا ايه، ان في البوب اي حاجة من المجموعة الجنرال بيربوز ريجستر دي او البي سي، البوب مع البي سي. تلاحظوا هنا ايه، ان البوش مع اللينك ريجستر، البوش مع اللينك ريجستر، والبوب ممكن اعمل بوب على البي سي. ده ليه؟ لان انا البوش لللينك ريجستر، اللينك ريجستر بتحتوي على الادرس اللي مفروض يرجعني من السب روتين. فلو حصل ان انا عملت كول لانذر سب روتين يبقى لازم اعمل سيف لللينك ريجستر دي، لان هي دي اللي هترجعني للاصل. سيف ات يعني بوش ات اون ذا ستاك. عشان كده في البوش ممكن اعمل بوش لللينك ريجستر عشان اعمل سيف للريتيرن ادرس اللي هرجع بيه. لكن البوب هنا استرجع بقى مش على اللينك ريجستر، لا استرجع على البروجرام كاونتر. يعني اللينك ريجستر اللي انت خزنتها في المرة اللي فاتت في البوش هي اللي هترجعك دي. هترجعني ازاي؟ ان انا هحطها في البروجرام كاونتر. فلما احطها في البروجرام كاونتر الاقي نفسي رجعت انفذ الكود اللي انا كنت فيه. فهنا مع البوب ممكن اعمل بوب للبي سي، ما اعملش بوب لللينك ريجستر، لا، لان مع اللينك ريجستر اعمل بوش، اعمل سيفنج للريتيرن ادرس اللي هو موجود فين؟ في اللينك ريجستر. طب الريتيرن ادرس ده لو اجيبه منا من الستاك خزنته انا قبل كده، عشان اجيبه احطه فين؟ احطه في البي سي عشان يرجعني للاكسكيوشن في المكان اللي انا سبت فيه. ده كده الكلام اللي المفروض نقوله عن البوش والبوب، وده مهم. يعني احنا طولنا فيه صحيح، لكن هو مهم جدا، لان في الكولينج للفانكشنز وكولينج للسبروتينز والريتيرن فروم سبروتينز ده اساس. الستاك اوبريشنز اساس في اي كول لسبروتين، وكذلك وريتيرن فروم سبروتين، وكذلك في الانتربتس. لما يحصل انتربتس بيسيب اللي في ايده ويروح ينفذ حاجه تانية. فعشان يروح ينفذ حاجه تانية بتتنفذ على نفس السي بي يو، هي عنده سي بي يو واحده، فبالتالي اللي بيتنفذ جديد ده ممكن يعمل ديستركشن للكونتنتس الاصليه. فلازم يعمل سيفنج للكونتنتس الاصليه على الستاك ويروح ينفذ الانترب سيرفيس روتين، ولما يخلصه يرجع تاني يعمل ريستور للكونتنتس الاصليه بتاعته اللي هي عمل لها سيفنج في الستاك. فالستاك دي مهمه، الاوبريشن بتاع الستاك ده مهمه جدا، في سواء كان نورمال كول لفانكشن او سبروتين، او لو كان السبروتين ده كان انتربت سيرفيس روتين. كنا شفنا البروجرام ستاتس ريجستر. بروجرام ستاتس ريجستر دي 32 بت ريجستر، فيهم 4 بيتس هنا بيمثلوا الفلاجز اللي هما النيجاتيف فلاج، زيرو فلاج، الكاري فلاج، والأوفر فلو فلاج. 4 فلاجز. الفلاجز دي وظيفتها ايه؟ انها انديكيشن لآخر اوبريشن تمت، الفاليو الاريثمتيك فاليو بتاعت آخر اوبريشن تمت. هل آخر اوبريشن تمت دي انتجت نيجاتيف نمبر ولا لا؟
أن تجد results equal zero يعني equality الاثنين زي بعض، فلما طرحوا من بعض أنتجوا zero، واللي حصل carry يعني بنجمع حاجتين positive على بعض فحصل carry، أو بنطرح حاجة من حاجة حصل borrow، فالcarry flag ده بيindicate الstatus دي، وكذلك الoverflow flag. الoverflow flag to indicate ان السايز بتاع النمبر محدود، فبالتالي بجمع حاجات على بعض الاقي النتيجه نيجاتيف. ازاي اجمع حاجات على بعض الاقي النتيجه نيجاتيف؟ ما ينفعش. ده indication ان هي حصل في الموست سيجنيفيكانت بيت حصل 1 اللي هو بيمثل الساين بيت، بينما مفروض ان انا اخد بالي ان ده is not a negative value. فالمهم ان دول 4 bits بيمثلوا 4 different results. فهل دول بيتأثروا بالarithmetic واللوجيكال operations؟ بس I have control على الموضوع ده. يعني هل الانستركشن ده اللي تم تنفيذه وكان arithmetic او logical operation وحصل ان هو النتيجة زيرو، النتيجة بتاعت اخر operation كانت زيرو، هل دي automatically بتأثر على الزيرو flag؟ مفروض لكن اللي بيحصل ان هو مديني option ان arithmetic logical operations ليها two versions. Version with suffix s وversion without suffix s. لو انا قلت له add فبيعمل addition ما بين two operands، تمام؟ لو قلت له add وفقط يبقى الaddition دي لن تؤثر على اي من هذه الفلاجز، حتى لو طلع النتيجة فيها carry فيها overflow فيها whatever مش هتأثر على الفلاجز. لكن لو نفس الانستركشن ده اضفت له اس هنا يبقى انا بقول له ايه؟ النتيجه اللي هتطلع لك خليها تاثر على الفلاجز. فالسافكس اس means الانستركشن affects the flags. Without this s the instruction does not affect the flags. لكن لو كان الـ instruction ده compare أو test، فالـ compare أو test دي ما تخشش في النطاق ده. compare أو test على طول بتأثر على flags. دول اللي هم arithmetic or logical operations without s suffix أو with s suffix. with s means affect the flags. without s do not affect the flags. ده هيظهر في مجموعة الانستركشنز دي. أول حاجة في arithmetic and logical operations add instruction. add instruction. الاد دي محتاج على الاقل تو اوبيراندز، صح؟ وبيجمع حاجه على حاجه، فمحتاج انك تعرف له تو اوبيراندز، بيجمع شيء على شيء. احيانا بتحط له ثلاثه يعني اوبيراند ثالث، معناها ايه؟ اجمع الشيء ده على الشيء ده والنتيجه حطها في الشيء الثالث. اجمع ريجستر واحد على ريجستر اثنين والنتيجة حطها في ريجستر ثلاثة، أو تقول له إيه؟ اجمع ريجستر واحد على ريجستر اثنين والنتيجة حطها في ريجستر اثنين، يعني اجمع واحد على اثنين، أو قول له إيه؟ اجمع محتويات واحد على محتويات اثنين والمجموع حطه في محتويات ثلاثة وسيب واحد واثنين بدون تغيير. فده اللي بيحصل، إن عندنا السينتكس بتاع الـ add instruction
لما يقول لك السينتاكس ويحط لك بريسز كده، البريسز دي معناها ان ده اوبشنال، الاس دي اوبشنال، لان في انستراكشن اسمه اد وفقط ما ياثرش على الفلاجز، وفي انستراكشن اسمه اد اس يؤثر على الفلاجز. فهو هنا الاس دي اوبشنال، كذلك الار دي الديستنيشن ريجستر از ان اوبشنال ريجستر. ليه؟ لان ممكن اجمع اوبراند 2 على الار ان والمجموع يبقى في الار ان. لو عرضت له حاجتين بس مش ثلاثه اوبراندز، حاجتين فقط، يبقى دي بتتجمع على دي والناتج يبقى في دي. لو قلت له ثلاثه اوبراندز كده يبقى ده بيتجمع على ده، دول ما يتغيروش، ولكن الثالث ده هو ايه اللي ضايف، الديستنيشن هي اللي هتتلقى الـ sum. عشان كده حطها على ما بين curly braces، يعني دي optional part of the instruction. Operand 2 اللي هو ده can be a constant، يعني immediate value في الانستركشن، أو a register. يعني اقدر احط هنا ايه زي ده مثلا instruction ده add 5 على register 1، يعني register 1 هتزيد بمقدار 5، وده الاوبراند اللي هو operand 2. operand 2 can be a constant, it's an immediate value, add 5 to the contents of r1. او ان انا اقول له ايه add r1 and r0 وريزلت حطها في r2. هنا ممكن اقول له ايه add s, s معناها affect the flags, instruction ده will not affect the flags, الاولاني ده, الثاني will affect the flags. اجمع contents بتاعت r1 على الcontents اللي موجوده في r0 وما تغيرش الا في الديستنيشن ريجستر. هنا بالصدفه انا عرفت له ار 0 هنا وار 0 هنا وار 1. كان بالامكان ان انا اقول له بدل ار 0 ار 0 ار 1 اقول له فقط ار 0 ار 1، لان لو استخدمت تو اوبراندز فقط يبقى بيجمع الاولاني على الثاني والمجموع يبقى في الثاني. لو عرفت له ثلاثه ريجسترز يبقى ده بيتجمع على ده، المجموع يتحط في التالتة دي. فده الـ add instruction with S and without S. في another instruction برضو addition but هنا موجود add with carry. Add with carry. إيه معنى add with carry؟ يعني add register أو برضو ممكن immediate value مع ال carry flag to another register والresult في destination register. يعني بيعمل addition للoperand ده بس بياخد في اعتباره إن ال carry موجود او مش موجود، يعني بياخده في اعتباره ولا هو 0 ولا 1 وبيجمع على ده والناتج يتحط في RD في destination register. فاللي بيحصل ان هو الفرق ما بين الانستراكشن ده والانستراكشن ده ان هنا الكاري فلاج بيتحط معانا في عمليه الجمع. طب دكتور هو هنا الكاري فلاج لو كان زيرو يبقى مش هيفرق حاجه، يبقى الاثنين زي بعض، يبقى الاد زي الاد وذ كاري،
الاثنين الناتج بتاعهم هيبقى هيطلع زي ما هو. لكن الاد وذ كاري معناها خد في اعتبارك هل الكاري ده موجود ولا مش موجود. ده بيفيد في ايه؟ ده بيفيد في ايه؟ في المالتي بريسيجن اريثمتيك. المالتي بريسيجن اريثمتيك يعني انت عندك في الار الداتا سايز بتاعك كام؟ 32 بيتس. اي ريجستر عندك 32 بيتس، والادر والاريثمتيك كله والانترنال باسز كلها 32 بيتس. فالبريسيجن بتاعك 32 بيت، يسموه البريسيجن، بريسيجن 32 بيتس. مالتي بريسيجن اريثمتيك يعني لو عايز انت بروسيسور 32 بيتس لكنك عايز ترتقي بالاريثمتيك بتاعه وكانه بيمثل النمبرز ان 64 بيتس نوت 32 بيتس، عايز تستخدم بريسيجن اعلى من الهاردوير اللي موجود عندك. فبتتغلب على الموضوع ده ازاي؟ ان انت بتعمل المالتي بريسيجن اريثمتيك ده عن طريق مالتيبل انستراكشنز، يعني بتنفذه بالسوفت وير بقى مش الهاردوير بس. الهاردوير ما بيسعفكش، الهاردوير عندك 32 بيتس لكن انت الاريثمتيك بتاعك انت عايز دقه في الحسابات ترتقي وكانك شغال على 64 بيت بروسيسور. فبتستعيد عن النقص اللي في الهاردوير ان انت بتعمل كود انستراكشنز بتعوضك عن النقص اللي موجود في الهاردوير بتاعك. فانا عايز 64 بيت اريثمتيك while I have a 32-bit processor. هعمل ايه؟ هعمل representation للنمبر بتاعي في two registers not just one، لان الواحدة منهم 32 bits لكن النمبر بتاعي 64 bits. فانا عايز اجمع 64 bits موجودين في register 2 و register 3 هي ال high word من 64 بيتس، و2 هي الجزء اللي هو اللور 32 بيتس من النمبر بتاعي. عايز اجمعهم على اللي موجود في R1 و R0. R0 برضو هي اللور وورد و R1 هي الهاير وورد. R0 هي اللو و R1 هي الهاي. هنا الريزلت هتبقى برضو في 64 بيتس، اللو في R4 والهاي في R5. فانا هجمع 64 بيتس انتجر على 64 بيت انتجر والنتيجة احطها في 64 بيت ريزلت. اد وذ كاري هي اللي بتنفعني في الموضوع ده. فهقول له ايه؟ هقول له الجمع بيتم ازاي؟ اللور وورد على اللور وورد، مش كده؟ بيتجمع مع بعض هيديك السم بتاعهم. السم بتاعهم هيروح فين؟ في اللور وورد من الريزلت. يبقى R0 زائد R2 النتيجة بتاعتهم هحطها فين؟ في R4. لكن في نفس الوقت لازم اعمل في حسابي ان انا لما بجمع باينري نمبر على باينري نمبر بجمع البيت على البيت، بجيب السم وبجيب الكاري. الكاري بيروح على البيت اللي اعلى مباشره يتجمع عليهم. فلما جمعت الوورد دي على الوورد دي قد ينشا من الجمع ده كاري، صح؟ ان المجموع بتاع الاثنين دول طلع منه كاري. النمبر اللي طلع كبير بحيث ان في كاري منهم. فالكاري ده المفروض يطلع على مين؟ يطلع على الجمع بتاع R1 زائد R3. يبقى الكاري بيت لازم تتجمع على R1 زائد R3. فلا يحصل هنا ايه؟ ان انا هجمع اللور
ريجسترز اللي هي R2 وR0 هجمعهم على بعض جمع عادي، والناتج هيروح للور بارت في الريزلت اللي هو R4. طيب المجموع ده كاري، عشان كده استخدمت انا هنا ايه الاس، يعني قلت له ايه خلي عملية الجمع دي تؤثر على الفلاجز، فلو طلعوا منهم كاري الكاري فلاج هيبقى هنا بوان. الخطوة الثانية ان انا اجمع R1 زائد R3 على بعض، لكن في نفس الوقت لازم ايه لو كان في كاري اجمع عليهم برضو، لو كان في كاري هيتجمع على مجموع R1 plus R3. لو كان في كاري اهم add with carry R1 مع R3 والناتج حطه فين في R5. فلو في كاري من المجموعة الاولانية دي هيطلع يتجمع على المجموعة التانية دي والنتيجة تطلع في الهاي وورد في الريزلت. يبقى R5 وR4 مع بعض بيمثلوا الريزلت بتاعتنا اللي هي 64 bits. فده الاد انستركشن والاد with carry. اد with carry ده هتستخدمه لو انت عايز مالتي بريسيجن اريثمتيك. هنا عادة في الار لو الابليكيشنز عادية يعني 32 بيت كافيين، لكن المالتي بريسيجن اريثمتيك ده بينفع في البروسيسورز اللي هي ال 8 بيت بروسيسورز او 16 بيت بروسيسورز. 8 بيت بروسيسور طبعا الريبرزنتيشن بتاع النمبر ده ضعيف قوي، بريسيجن واطي، فهو عشان يرتقي بالبريسيجن بيعمل المالتي بريسيجن اريثمتيك وبيحتاج الى انه يعمل ايه الاد with carry. عكس الانستركشن بتاعت الاد، الانستركشن اللي هي سبتراكت هي نفس السينتاكس هو بس بدل الاوبريشن ما تكون اديشن بتكون سبتراكشن. فهو هنا بيعمل ايه؟ سبتراكت الكونتنتس بتاعت R1 من الكونتنتس بتاعت R0 والفرق حطه في R2. لو بدون S بقول له do not update the flags. لو استخدمت S suffix S بقول له update the flags. ممكن ال الاوبراند عدد الاوبراندز يكونوا 2 بس مش 3، فانا بقول له ايه سبتراكت الاولاني من الثاني والريزلت تبقى في الثاني، الفرق يبقى في الثاني. with s معناها update the flags. زي ما كان في برضو في subtract with carry. Subtract with carry برضو بتنفع في المالتي بريسيجن اريثمتيك، ان انا لو عايز اطرح نمبرز مش 32 بيت من 32 بيتس، لا 64 بيتس من 64 بيتس. او هنا المثال ده اللي جاي بيقول لك هنا بيطرح ايه 96 بيت انتجر من 96 بيت انتجر والنتيجه برضو بتكون في 96، يعني 3 words النمبر في 3 words، فبطرح واحد من الثاني تمام واشوف الكاري. يعني بطرح واحد من الثاني واقول له ايه ابديت الفلاجز عشان يهمني الكاري. فلو حصل كاري معناها ايه حصل بورو، الكاري معناها ايه معناها حصل بورو. لو حصل بورو لازم ينتقل الى الهايست وورد الهاير وورد، يعني الكاري لازم يطرح من الهاير وورد لان الكاري ده عباره عن بورو. انا اضطريت استلف الجزء اللي هو اللو لما طرحته من اللو، فاللو بتاع الثاني طلع اكبر من اللو بتاع الاولاني، حصل بورو. حصل بورو يعني ايه؟ يعني استلف واحد من الهاير وورد.
استخدم الكاري ان هو يديتكت حصل بور ولا لا، فهو بيعمل السبتراكت الاولانيه ما بين اللور تو ووردز، وبعدين بيعمل سبتراكت وذ كاري مع الميدل ووردز، وفي الاخر سبتراكت وذ كاري مع الهايست ووردز. فهو هنا عمل مالتي بريسيجن سبتراكشن، استعاض عن الهاردوير بتاعه عايز يترقى به، بدل ما هو شغال 32 بت بريسيجن ترقى به الى 96 بت بريسيجن. فده اليوز اوف اد اور سبتراكت وذ كاري. باقي ان احنا نكمل بقى في المجموعة الانستراكشنز دي بعد ما نخلص. احنا بس دلوقتي في الارثماتيك واللوجيك اوبريشنز، هنشوف اللوجيكال اوبريشنز وبعد كده نشوف الفلو كنترول اللي هي البرانشز، برانش كونديشنال وانكونديشنال، وكده يكون يعني لمينا اهم instructions في الثمب والآر. في أسئلة؟ طيب احنا نسيبكم دلوقتي ونتقابل ان شاء الله 12:30. مصطفى معاكم في الساعة القادمة ان شاء الله. تمام تمام.